الأربعة حكومة آلاف عادل أعطت 4000 خصصت بزمن دكتور عادل عبد المهدي. زين هذه الأربعة آلاف كلها لدايكو، هاي دايكو أو داماك ما أعرف، هاي هاي بعد الدكتور جاوب. لا 2000 الدايكو، 2000 المستثمر على فرق هذا. زين 2000 أو 4، لا هي 4، 2000 كانت الدايكو و1000 اللي هو أصل التخصيص. الدايكو كان 2000 بقرار السيد العبادي، ولكن منحت 700 بموجب عقد ولغى القرار، صدر قرار مجلس النواب وتوقف كل شيء. من رجع سامي الدكتور سامي رفع الحكومة عادل عبد المهدي رجعوا له 2000 الدايكو. بقت عندنا ال 12000. زين ال 12000 انطت رؤيتها هيئة الاستثمار بها. منو كان رئيس هذا؟ اعتقد دكتور سامي الاعرجي انطى الرؤيه. المفروض هاي تنحال وفق رؤيه اللي هي رؤيه هيئه الاستثمار مال بغداد بالتعاون مع الهيئه الوطنيه للاستثمار اللي كان يرأسها دكتور سامي الاعرجي. المفروض وفق تصاميم وفق رؤيه هيئه الاستثمار اللي هي راح تحدد هنا بنايه، هنا بيت، هنا شقه، هنا كذا، يعني وفق الرؤيه مال هيئه الاستثمار. هذا اللي صار. وطبعا هاي ال 12 دونم كانت كلها معسكرات ما بها ملكيه خاصه. احنا اليوم ال 12000 من ال 12000 ما بها ملكيه خاصه، كانت اعتقد ارض تابعه لمعسكرات ومن ضمنها القصور توزعت المطار هي الرئاسيه وما شابه ذلك. طبعا بالمناسبه انا عندي تحفظات على كل شنحال وبي قصر رئاسي. المفروض هذه البنايات هي بنايات عائدة للدولة، والدولة بالنتيجة تعود للشعب، فبالتالي المفروض هاي أما تصبح تراث وأما تحال وفق مزاد أو فتشي. لأنه هاي بالنسبة للقصور. بالنسبة للأراضي، بالنسبة للأراضي أعتقد وفق الرؤية اللي تقدمها هيئة الاستثمار. هسه وصلنا الحكومة.